بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم اجعلنا من الراشدين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. تقدم تفسير هذه الآية الكريمة، ووصلنا عند قوله: وقال مسلم رحمه الله أيضا: حدثني أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، أخبرني معاوية ابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويترك الدعاء. فعلينا أن نستمر في الدعاء والتذلل بين يدي الله تعالى، ولا نستعجل، فالله تبارك وتعالى كريم جواد سبحانه وتعالى. فعلينا أن نستمر في الدعاء والتضرع إلى الله جل جلاله، ولا نستعجل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، حدثنا ابن هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. فعلينا أن نستمر في الدعاء والتضرع إلى الله، ولا نستعجل. وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسيره: حدثني يونس ابن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، حدثني أبو صخر أن يزيد أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط. قال عروة: قلت: يا أماه، كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت فلم أعطى، ودعوت فلم أجب. فالمؤمن إذا دعا الله تعالى إما أن يعجل الله له في الدنيا، وإما أن يدخر له الأجر في الآخرة إذا لم يعجل. فعلينا أن نداوم على الدعاء والتضرع إلى الله جل جلاله، فإما أن يعطينا وإما أن يدخر لنا الأجر في الآخرة. قال ابن قسيط: وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سواء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن
حدثنا ابن لهيعة، حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، إذا دعوت الله تيقن أن الله يجيبك سبحانه وتعالى، فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. إذا دعوت الله أحضر قلبك واخضع بين يدي الله وأيقن أن الله يجيبك سبحانه وتعالى، ولا يكون قلبك غافل. اللهم أعذنا من الغفلة. وقال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن إسحاق ابن أيوب، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن أبي نافع ابن أبي ابن نافع ابن معد كرب ببغداد، حدثني أبي، حدثني أبي ابن نافع، حدثنا أبي نافع بن معد كرب قال: كنت أنا وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال: يا رب، مسألة عائشة رضي الله عنها. فهبط جبريل عليه السلام فقال: الله يقرئك السلام، هذا عبدي الصالح من نية الصادقة وقلبه نقي، يقول يا رب فأقول لبيك فأقضي حاجته. هذا حديث غريب من هذا الوجه، فعلينا أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله وقلوبنا خاشعة حاضرة. وروى ابن مردوية رحمه الله من حديث الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد صمد، لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور. فالله عز وجل قريب مجيب، فعلينا أن نكثر من الدعاء بقلب حاضر خاشع. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله: حدثنا الحسن بن يحيى الأرزي ومحمد بن يحيى القطعي قال: حدثنا الحجاج بن منهال، حدثنا صالح المري عن الحسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. الله أكبر.
قال المعلق: وقال البزار: تفرد به صالح المري، وصالح المري ضعفه الأئمة رحمهم الله. فعلينا أن نخلص العبادة لله تعالى، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نخاف إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، لا نعبد إلا الله. وعلينا أن نعمل صالحاً، فالله يثيبنا على ذلك. وعلينا أن نكثر من الدعاء، والله يستجيب جل جلاله. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة في رمضان، بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي رحمه الله في مسنده. حدثنا أبو محمد المليكي عن عمرو وابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. الله أكبر. فالصائم له دعوة مستجابة عند الفطر. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن عمار، أخبرنا الوليد بن مسلم عن إسحاق بن عبيد الله المدني عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. الله أكبر. قال عبد الله بن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول إذا أفطر: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. قال المعلق: وقال البوصيري رحمه الله في الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نتائج الأفكار. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. وعلينا أن نجتهد في الدعاء بقلب حاضر، الله تعالى كريم لا يرد الدعاء. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال ابن كثير رحمه الله: هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين،
ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. والرفث هنا هو الجماع، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وسالم بن عبد الله وعمر بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان رحمهم الله. وقوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان رحمهم الله، يعني هن سكن لكم، أي زوجاتكم سكن لكم وأنتم سكن لهن. وقال الربيع بن أنس رحمه الله هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن. وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه، فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. قال الشاعر إذا ما الضجيع ثنى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا. فالله سبحانه وتعالى رخص للمسلمين الجماع في ليالي رمضان، وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه الطويل. وقال أبو إسحاق رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها، إذا نام قبل أن يفطر وجب عليه الصيام إلى الليلة القادمة، إذا نام قبل أن يفطر. وإن قيس بن صرمة وأن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائماً وكان يومه ذاك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، فغلبته عينه فنام. وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنمت؟ فلما اتصف النهار غشي عليه من الجوع فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ففرحوا بها فرحا شديدا. رخصة من الله عز وجل الأكل والشرب بليل رمضان إلى طلوع الفجر الثاني. ولفظ البخاري رحمه الله هاهنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراء رضي الله عنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. الحمد لله. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب
رضي الله عنه، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. الحمد لله. وكذا روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال موسى بن عقبة عن كُريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم ما نزل فيهم يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساء، فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة. فبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما نام ووجب عليه الصوم وقع على أهله، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: وماذا صنعت؟ قال: إني سولت لنفسي فوقعت على أهلي بعدما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت خليقا أن تفعل، أي ما أظن أنك تفعل هذا. فنزل الكتاب: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الحمد لله. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه رحمهم الله في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، يعني من القابل. وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه غلبته عينه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب. فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عند ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء، فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، يعني جامعهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الولد. إذا جامعت ادعو الله أن يرزقك الله ذرية صالحة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. الحمد لله. وقال هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله، فقالت: إنها قد نامت، فظننتها تعتل، يعني تعتذر، فواقعتها، فنزل في عمر: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني المثنى، حدثنا سويد، أخبرنا ابن المبارك عن ابن لهيعة، حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأرادها، فقالت: إني قد نمت،
فقال ما نمت، ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك رضي الله عنه مثل ذلك. فغدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن. الحمد لله. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والسدي وقتادة وغيرهم رحمهم الله في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن صنع كما صنع، وفي صرمة بن قيس رضي الله عنه فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا، نحمد الله. وقوله: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم وشريح القاضي ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع بن أنس والسدي وزيد بن أسلم والحكم بن عتبة وبقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم، يعني الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم، إذا جامعت اطلب من الله ولدا صالحا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني الجماع. وقال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: وابتغوا ما كتب الله لكم، قال ليلة القدر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. ليلة القدر تطلب في الوتر من العشر الأواخر، اللهم بلغنا ذلك وأهلنا وأولادنا والمسلمين بالصحة والعافية. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر قال: قال قتادة رحمه الله: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم. وقال سعيد عن قتادة رحمه الله: وابتغوا ما كتب الله لكم، يقول ما أحل الله لكم. وقال عبد الرزاق رحمه الله أيضا: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: كيف تقرأ هذه الآية وابتغوا أو واتبعوا؟ قال: أيتهما شئت، عليك بالقراءة الأولى، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي اطلبوا ما كتب الله لكم الولد الصالح. واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية أعم من هذا كله. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض وهو ضياء الصباح، والخيط الأسود سواد الليل، ورفع اللبس بقوله من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف، حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله تعالى بعد: من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل والنهار، ظلمة الليل وضياء النهار. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن الشعبي أخبرني عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عمدت إلى عقالين، العقال الذي يربط به البعير، أحدهما أسود والآخر أبيض. قال: فجعلتهما تحت وسادتي. قال: فجعلت أنظر إليهما فلا تبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال: إن وسادك إذن لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل، يعني طلوع الفجر أخرجاه في الصحيحين رحمهم الله من غير وجه عن عدي رضي الله عنه. ومعنى قوله إن وسادك إذن لعريض أي إذا كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعرض المشرق والمغرب. وهكذا وقع في رواية البخاري رحمه الله مفسرا بهذا. أخبرنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي رضي الله عنه قال: أخذ عدي رضي الله عنه عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يتبين، فلما أصبح قال: يا رسول الله، جعلت تحت وسادتي. قال: إن وسادك إذن لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتي. وجاء في بعض الألفاظ: إنك لعريض القفا، ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا، لأنه إذا كان وسادة إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض، والله أعلم. ويفسره رواية البخاري رحمه الله أيضا: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل أي ظلمة الليل، وبياض النهار ضوء الفجر. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على السحور، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. طعام السحور قبل الفجر بساعة، بنصف ساعة، يعين على الصيام ويعين على طاعة الله، فيه بركة. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب طعام السحور، فينبغي السحور قبل الفجر بقليل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع، حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه، أي لا تتركوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته عليهم السلام يصلون على المتسحرين، يعني الله يثني والملائكة تدعو للمتسحرين. ف
فلا يضيع الإنسان هذا الفضل. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة، حتى ولو بجرعة ماء تشبهًا بالآكلين، ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجر، كما جاء في الصحيحين رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، يعني قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم الحمصي رضي الله عنه، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، إذا غربت الشمس وأخروا السحور، يعني قبل الفجر بقليل. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغداء المبارك، السحور الغداء المبارك الذي بارك الله فيه. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع، يعني قبل الفجر، وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود، قاله النسائي رحمه الله وحمله على أن المراد قرب النهار، يعني طلع الفجر، كما قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي قاربنا انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه، أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك، يعني لم يطلع الفجر. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في طلوعه، وبعضهم لم يتحقق في السحور عند مقاربة الفجر. روي مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. على كل الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر وجب الصيام على الصائمين. وعن طائفة كثيرة من التابعين رحمهم الله، منهم محمد بن علي بن الحسين وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم، وعطاء والحسن والحكم بن عيينة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وإليه ذهب الأعمش معمر بن راشد. وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد، ولله الحمد. على كل حال، إذا طلع الفجر وجب الصيام لمن أراد الصيام. وحكى أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها، ولكن هذا القول فيه نظر، فإذا طلع الفجر وجب على الصائم أن يمسك. قلت: وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه، لمخالفته نص القرآن في قوله تعالى:
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك. وقد ورد في الصحيحين رحمهم الله من حديث القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعكم أذان بلال عن سحوركم، فإنه ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. فإذا طلع الفجر وجب الإمساك لمن أراد الصيام. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا موسى بن داود، حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الفجر المستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر. يعني إذا كان الضوء مثل العمود هذا ليس بفجر، تصح في الصلاة، وإنما الفجر إذا انتشر الضوء. ورواه أبو داود والترمذي رحمهم الله، ولفظهما: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، يعني النور الذي كالعمود، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، انتشر الضوء في السماء. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن شيخ من بني قشير: سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم نداء بلال، لأنه ينادي قبل الفجر، وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر، يعني حتى ينتشر الضوء في السماء. ثم رواه من حديث شعبة وغيره عن سوادة بن حنظلة عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل الذي كالعمود، ولكن الفجر المستطير في الأفق، أي المنتشر في السماء. قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي عن عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض، تعمدوا الصبح حتى حين يستطير، يعني ينتشر ضوء الفجر. ورواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن إبراهيم يعني بن علي مثله سواء. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره، أو قال نداء بلال، فإن بلالا رضي الله عنه يؤذن أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا أو هكذا حتى يقول هكذا، يعني الضوء الذي كالعمود ليس بفجر، إنما إذا انتشر في السماء. ورواه من وجه آخر عن التيمي به. وحدثنا الحسن ابن الزبرقان النخعي، حدثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فالذي كأنه ذنب السرحان، يعني طويل لا يحرم شيئا، وأما المستطير المنتشر الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة، أي صلاة الفجر، ويحرم الطعام، أي للصائم. وهذا مرسل جيد. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا ابن جري عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هما فجران، فأما الذي يسطع في السماء يعني كالعمود فليس يحل ولا يحرم شيئا، ولكن الفجر
الذي يستبين على رؤوس الجبال هو الذي يحرم الشراب يعني للصائم. قال عطاء: فأما إذا سطع سطوعًا في السماء يعني كالعمود، وسطوعه أن يذهب في السماء طولًا، فإنه لا يحرم به شراب للصيام ولا صلاة أي الفجر، ولا يفوت به حج، ولكن إذا انتشر على رؤوس الجبال حرم الشراب للصيام وفات الحج يعني ليلة مزدلفة، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوقوف. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء، وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله. مسألة: ومن جعله ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. الجماع وقع بالليل لكن تأخر الغسل إلى الفجر، لا بأس يغتسل ويتم صومه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا رحمهم الله، لما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. الجماع وقع بالليل لكن تأخر الغسل وأذن الفجر فلا بأس يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها عندها ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ. فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي رحمه الله عنه عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس رضي الله عنهما ولم يرفعه أي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا يعني أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وسالم وعطاء وهشام العروة والحسن البصري رحمهم الله. ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبا نائما فلا عليه لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، أو مختارا فلا صوم له لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، يحكى هذا عن عروة وطاووس والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه، وأما النفل فلا يضره، رواه الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضا. ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديث عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين رضي الله عنهما، ولكن لا تاريخ معه. وادعى ابن حزم رحمه الله أنه منسوخ لهذه الآية الكريمة، وهو بعيد أيضا وأبعد، إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ خلافة. ومنهم من حمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على نفي الكمال فلا صوم له يعني كاملا لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمي المؤمنين الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها، والله أعلم.
على كل إذا جامع بالليل ونام حتى طلع الفجر يغتسل ويصوم ولا شيء عليه. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين رحمهم الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. أي إذا أقبل ظلم سواد الليل وغربت الشمس أفطر الصائم. المهم التأكد من غروب الشمس. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أخرجاه أيضا. إذا غربت الشمس يفطر الصائم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. إذا غربت الشمس افطر. ورواه الترمذي رحمه الله من غير وجه عن الأوزاعي به رحمه الله، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا عفان، حدثنا عبيد الله بن إياد، سمعت إياد بن لقيط قال: سمعت ليلى امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنها قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. وروى الحافظ ابن عساكر رحمه الله: حدثنا بكر بن سهل، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا يحيى ابن حمزة عن ثور بن يزيد عن علي بن أبي طلحة عن عبد الملك ابن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين وليلة، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك، وذلك بأن الله قال: ثم أتم الصيام إلى الليل فلا صيام بعد الليل، وأمرني بالوتر قبل الفجر. وهذا إسناد لا بأس به، أورده في ترجمة عبد الملك ابن أبي ذر في تاريخه رحمه الله. ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال، وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر ولا يأكل بينهما شيئا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: فإني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال: فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال أي هلال شوال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال إن كان ولا بد من الفجر إلى الفجر لا زيادة. وأخرجاه في الصحيحين رحمهم الله من حديث الزهري به، وكذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهما. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت
أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقوى على ذلك ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً لا حسياً، وإلا فلا يكون مواصلاً مع الحسي. ولكن كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهياتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. أخرجاه في الصحيحين أيضا. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن أبي بكر بن حفص عن أم ولد حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنهما أنها مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، فدعاها إلى الطعام، فقالت: إني صائمة. قال: وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أين أنت من وصال آل محمد من السحر إلى السحر صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. وقد روى ابن جرير رحمه الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وغيره من السلف رحمهم الله أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة. وقد روى ابن جرير رحمه الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وغيره من السلف وحملهم منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد، أي من باب الشفقة، كما جاء في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رحمة لهم، أي نهاهم عن الوصال رحمة لهم. فكان ابن الزبير رضي الله عنهما وابنه عامر رحمه الله ومن سلك سبيلهم يتجشمون، أي يتكلفون ذلك ويفعلون، لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر، نوع من الدواء لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يواصل 7 أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجدهم. وقال أبو العالية رحمه الله: إنما فرض الله الصيام بالنهار، فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل. على كل الصيام الذي فرضه الله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا كنت معتكف لا يجوز أن تجامع زوجتك حتى بالليل إذا كنت معتكف في المسجد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلاً ونهاراً حتى يقضي اعتكافه. وقال الضحاك رحمه الله: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء. فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في غيره. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد رحمهم الله أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. قال ابن أبي حاتم رحمه الله:
وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل رحمهم الله قالوا لا يقربها وهو معتكف. إذا اعتكفت في المسجد لا تجامع زوجتك حتى ينتهي اعتكافك. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء رحمهم الله، أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً في المسجد، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو أكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في طريق. وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابه، منها ما هو مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله، ومنها ما هو مختلف فيه، وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام ولله الحمد. ولهذا كان الفقهاء رحمهم الله المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداءً بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم، وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من بعده. أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وفي الصحيحين رحمهم الله أن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنه رضي الله عنهما في جانب المدينة. فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، وفي رواية تواريا أي اختفيا، أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما أي لا تسرعا. وفي رواية إنها صفية بنت حيي أي لا تسرع، واعلم أنها صفية بنت حيي أي زوجتي رضي الله عنها. فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا.